تتمايل البشرية الآن على وقع أخبار فيروس كورونا المستجد، تتحاشى السقوط في هذا الوباء، وذلك باتخاذ مزيد من الإجراءات السليمة، بينما يعيش كوكب الأرض أسوأ أيامه من الناحية الصحية في العقود الأخيرة. منظمة الصحة العالمية بدورها ما تزال تؤكد على أهمية الوقاية من الفيروس، وذلك باتباع العديد من الإرشادات كغسل اليدين وتعقيم الأمكنة وارتداء قناع طبي والامتناع عن لمس العينين والوجه وتحاشي الأماكن المزدحمة واحتياطات أخرى توفر الحماية الصحية. ولكن مع تفشي الفيروس في جهات العالم تزداد المخاوف في الشمال السوري من تسلل العدوى إلى المناطق المنكوبة والمخيمات التي تفتقر لأدنى التجهيزات الطبية بسبب قصف النظام خلال السنوات الماضية لأغلب المواقع الطبية وخروجها عن الخدمة، إلا أن الجهود بدأت تتسارع في هذا المجال مع إطلاق مديرية الصحة في إدلب حملة توعية شاملة رافقها إيقاف الدوام في المدارس وتعقيم الأماكن العامة في مناطق درع الفرات، بينما أعلن معبر جرابلس الحدودي إغلاقه أمام الحركة، كما أوقفت مديرية الأوقاف في عزاز إقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة. بين هذه الاحتياطات وتردي الواقع الطبي يعيش الشمال السوري مخاوف متزايدة بانتظار الأيام القادمة علها تحمل مزيدا من الطمأنينة.